تعيش تونس اليوم تداعيات القرار الأخير لرئيس الجمهورية قيس سعيد، والذي قضى بعزل 57 قاضياً وجهت إليهم تهماً بالفساد والتستر على قضايا إرهابية، وتعطيل فتح ملفات قضائية تتعلق بأحزاب وشخصيات سياسية. كما تحدث الرئيس عن تورط قاضيات في تجاوزات أخلاقية. هز القرار الشارع التونسي إذ اعتبره البعض يمس بمبدأ فصل السلطات الذي تقوم عليه الدولة التونسية. ورداً على قرارات الرئيس، شرع قضاة تونسيون في إضراب عام عن العمل تم تمديده لأسبوع ثالث على التوالي، وألغيت الجلسات على نطاق واسع في أغلب محاكم البلاد. على الأثر، دعا سعيد وزيرة العدل إلى اقتطاع أيام من رواتب القضاة الذين شاركوا في الإضراب، ولوح بتوقيع عقوبات أخرى.